مع تصاعد حدة المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية، كثفت الأخيرة من هجماتها الجوية والبرية على محاور وجبهات القتال في شرق وجنوبي أوكرانيا 5 قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة أعلنت عنها كييف في أعقاب هجمات روسية جديدة استهدفت منطقتي دونيتسك وخاركييف شرقي البلاد بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية. السلطات الأوكرانية قالت إن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 3 مدنيين جراء هجوم صاروخي روسي على مركز مدينة كراماتورسك إحدى أكبر مدن منطقة دونيتسك والأبرز في قائمة الأهداف العسكرية لموسكو. وفي منطقة خاركييف قالت السلطات إن القوات الروسية استهدفت وحدة إطفاء وإنقاذ في مدينة فوفتشانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة ووقوع خسائر مادية. هذه الهجمات تأتي في وقت تتواصل المعارك الدامية بين أطراف الصراع في مدينة باخموت التابعة لدونيتسك وسط تقارير روسية تتحدث عن تقدم ميداني وتأكيدات أوكرانية بمواصلة القتال. مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقيادة العسكرية العليا الأوكرانية قالا في أعقاب اجتماع ضم كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين إنهما اتفقا على التمسك بالمدينة الاستراتيجية ومواصلة الدفاع عنها. وسبق للرئيس الأوكراني أن تطرق لشراسة المواجهات في إقليم دونباس، لافتا أن مستقبل بلاده يعتمد على نتائج تلك المعارك بما فيها مدينة باخموت التي تشهد أوضاعاً صعبة جداً ومؤلمة للغاية على حد تعبيره.